تدير في دولة قطر حصن تبنى اسمها في غرة التاريخ. أيها الأخوة المتابعون مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، أتواصل مع حضراتكم بتواصل الأشواط الصباحية. الشوط ينطلق بمجموعة كبيرة، بمجموعة من شعارات أبناء القبائل المشاركين من أبناء الخليج الحاضرين في ميدان التحدي هنا بمنطقة الشحانية في هذا الموسم، موسم الخير، موسم الإبداع لكل عشاق الأصالة. ننطلق مع هذا الشوط الخاص بالقعدان، أيضا شوط لا يقل أهمية وجود هذه الشعارات العملاقة والكبيرة. نبدأ بسم الله مع المركز الأول، شعار الزبداني مبدع اليوم، معلن حضوره اليوم، يتمنى الناموس اليوم. الله يوفقك يا الزبداني اليوم، الله يوفقك يا الزبداني ويوفق المشاركين. هنا الفهد على المركز الأول، سالم بن علي بن فهد آل زبداني المري، شعار جميل ينطلق في مقدمة الشوط. المركز الثاني بن مهيرة مع المتحد علي بن طحنون بن جابر آل جبران المري مع المركز الثالث نجد جابر بن حمد بن محمد بن ضرمان المري. المركز الرابع لفان على المركز الرابع راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري. والمركز الخامس انتقل الى مرموق او مرفوق علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح على المركز الخامس. هذا هو النداء الاول لهذه المجموعة المنطلقة والمندفعة. لكن الزبداني حاضر منطلق في مقدمة الشوط، تتابعونه على الهواء مباشرة. يبحث الزبداني، يطمح ان يحقق الناموس في شوط مهم بالنسبة للزبداني، مهم هذا الشوط، شوط انتاج، شوط منتجين، ناموسه بغير وفوزه غير يا الزبداني. الله على المركز الاول ينطلق مع الفهد على مقدمة الشوط مع صدارة الشوط. الكادر العلوي كله للفهد لصاحب المركز الاول، منطلق ومندفع. وهناك ابو فهد يتابع ويتمنى ان يحقق هذا الاسم. الفهد الله، شوط الانتاج، شوط المنتجين. الله يا نجد بالمركز الثاني، ينطلق جرالله بن حمد بن محمد بن ضرمان. دير بالك يا الزبداني اللي بالمركز الثاني، لكن الزبداني مرتاح مطمئن. الزبداني مع المركز الأول، مع صدارة الشوط، مع المركز الأول الزبداني، مع الفهد، فهد الزبداني. الله على المركز الأول، افتتحنا الكيلومتر الأخير. لكن نجد بالمركز الثاني، الأسماء قادمة. ماذا تنتظر يا الزبداني؟ روح إذا تريد الناموس على مسؤولية خاصة، روح يا من ترغب الناموس. مع المركز الأول الفهد، فهد الزبداني، انطلق يا فهد يا بن سالم يا الزبداني. مع المركز الأول ينطلق الفهد والعصاب الابطان بدون أي أوامر. الله، شوط الانتاج، شوط المنتجين، الناموس للزبداني مع الفهد سالم بن علي بن فهيد الزبداني المري مع المركز الأول بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. العصا راقدة وامنة. صباحك خير، جود مورنينج للزبداني، صباحك خير يا الزبداني. مع المركز الأول، مع الفوز والانتصار. الله يا بتار، أين أنت يا بتار؟ لكن الزبداني فاز يا راعي بتار، فاز الفهد بالمركز الأول. تهانينا والناموس لمالك الفهد سالم بن علي بن فهيد آل زبدان المري على فوز الفهد بالمركز الأول بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. العصا راقدة ببطانه. تهانينا والناموس لمالك الفهد. المركز الثاني
بتار عبد الله بن راشد من عبد الله بن مبخوت من قرح المركز الثالث، شاهين حمد بن محمد بن حمد البريدي المري المركز الرابع، المركز الرابع المتحد لعلي بن طحنون بن جابر الجبراني المري، المركز الخامس ذيبان لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل النابت. مرحبا مرحبا، تهانينا والناموس لمالك الفهد سالم بن علي بن فهيد آل زبدان المري. التوقيت الزمني للفهد 4:33 39 جزء من الثانية. تهنية للزبداني على هذا الفوز المستحق بدون أي أوامر. المركز الثاني من وصل باللحظات الأخيرة بتار 4:34 22 جزء من الثانية. تهنية خاصة لمالكي بتار عبد الله بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح المركز الثالث، شاهين حمد بن محمد بن حمد البريدي المري. التوقيت الزمني لحظة الوصول إلى خط النهاية 4:36 64 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين متابعينا مشاهدينا.